السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي الواحد يعمل هيكل تنظيمي للشركة بتاعته جوه برنامج الوورد بطريقة سهلة خالص؟ من قائمة انسيرت هتروح لسمارت ارت، وبعد كده هتقول له هيراركي بالشكل دوت، وتقدر تختار اي شكل من الاشكال الموجودة. هو بيوريك نموذج ليه، اي شكل يعجبك فيهم. تمام، هنا مثلا تقدر تحط الصورة بتاعت الموظفين بالشكل دوت. اوكي، كل شخص تقدر تحط جنبي تكست وتحط هنا الصورة بتاعته. يعني خليني مثلا اجي هنا واقول مثلا عمر. تمام، هو اوتوماتيك بيظبط لك التكست، وتيجي على الصورة تقول له بقى فروم فايل وتختار الصورة اللي انت عايزها. مثلا الصورة ديت هيبدأ يحط لك الصورة مع الاسم، وتقدر ان انت تزود. طيب تقدر تيجي هنا وتقول له مثلا انا عايز اغير الاسم هنا. طيب لو عايز تضيف موظف اخر او عايز تضيف حد، هتدوس هنا وتقول له ان انت عايز تضيف شيب افتر او بيفور او اباف او بيلو زي ما انت عايز. تمام، طيب عايز يبقى مساعد ليك اهو بالشكل دوت. طيب هنا مثلا في الإدارة تقدر تيجي هنا وتقول له add shape after before above below زي ما انت عايز. فتقدر تعمل الهيكل التنظيمي للشركة بتاعتك بسهولة.